اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسولتو تيلي ميديسن. وفي انتظار كل المكالمات، اسئله واستفسارات والرد عليها مباشره من السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد، استاذ السكر والغدد الصماء، كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا دكتور. استاذ اسامه، ازيك يا سيدي؟ تمام الحمد لله، تملي منور ومتالق كالعاده. بس احب انوه للمشاهدين ان شاء الله قناه الصحه والجمال التردد الجديد بتاعها 11823 راسي 11823، يا ريت تظبطوا كل الاجهزه عليها عشان تتابعونا على قناه الصحه والجمال. التردد اللي احنا شغالين عليه دلوقتي هيقعد لامتى؟ قالوا لك في الكنترول كام؟ يعني لا، احنا امتى التردد ده معانا لامتى يا رجاله؟ لغايه اخر شهر اغسطس 8. يعني حضرتك 7 و8 الشهر اللي احنا فيه الاثنين شغالين، بس بعد اخر 8 تقريبا هيبقى 11823. هو موجود حتى على الاستريب اللي تحت. تمام. هو قبل ما نبدا، بس انا عايز اقول للساده المشاهدين ان في فرق بين علاج طبي وعلاج عشبي. تمام. الجماعه اللي بيشتغلوا في الاعشاب او بيشتغلوا في الادويه اللي هم بيسموها ادويه وهي مش ادويه طبعا. تمام. انت بتقول له جنبي بيوجعني يقول لك خد كذا، تقول له كليتي بتوجعني يقول لك خد كذا، حرقان في البول خد كذا، الم على فم المعده خد كذا، الم في الجنب اليمين خد كذا. خد كذا. ليه؟ لان هو ما بيشخصش. صح. هو بياخد المعلومه على علتها او كما يستشعرها المريض، والمريض عاده ممكن يجي لي انا بصداع وما اعتبروش صداع، ممكن يجي لي بدوخه ما اعتبرهاش دوخه، ممكن يجي لي الم في المعده واعتبرها ان ما اساسها المخ. يعني بس هو انا دكتور يعني أنا معلش عاوز اركز بس فضل حسام، اتفضل. يعني ممكن يكون في الم في البطن ويكون المشكله داخل المخ. تمام. هنا في فرق بين طب بنشخص المرض، وبعد ما نشخص المرض نحاول نساعدكم ونكتب الدواء المناسب لحضراتكم، الدواء المناسب لحضراتكم، بينما مش هاخد انا العرض بتاع حضرتك وهكتب له دواء مباشر. لو انا كده انا اتحولت من الطب بقى الى طب اللي هو الاعشاب وطب الحمص والشام واطحن ترمس وحطه على الرده ونقعه لمده ساعتين وبعدين صفيه وحبه يعني حطه في الفريزر وفكه وبعدين حطه في عين كده حبه الحاجات. يعني انت عارف ده عاملين زي ايه؟ زي المنوم المغناطيسي. تمام. بتوع الجماعه بتوع الاعشاب بتوع الطب اللي هو دول اللي بيشتغلوا يعني بيمتهنوا الطب وهم مش بتوعهم، عاملين زي المنوم المغناطيسي. المنوم المغناطيسي عشان تدخل عليه حضرتك بيحاول يعمل لك حاجه اسمها ديستراكشن، اللي هو يشدك من الواقع اللي انت فيه ويخليه ويحكم السيطره عليك. بدليل يقول لك ايه؟ انت دلوقتي غمض عينيك، دلوقتي انت ماشي في طريق طويل وبعدين فخر الطويل فيه مش عارف ايه والنور الاخضر نور. بيقرا البخت. لا يا فندم. هو بيحاول يملي عليك ما شوفه تشوف، بيتملكك. تمام. فهو بيتملكك هنا، هو برضو التاني يقوم يعقد لك الامور، يقول لك الرده لازم تكون رده جايه من سيوة في درجه حراره 22 وتستقت يوم مكان المطره غزيره. بيأكد. ده كله اسمه استحواذ. صح. ان هو يتملكك ويؤثر على وجدانك عشان يجيب العلاج بتاعه بالايحاء اكتر منه كعلاج. ده في حاجه خطيره كمان يا دكتور، طبقا للمعلومات اللي حضرتك بتقولها للمشاهد، ان كمان ممكن يعطل ان هذا الشخص يروح لدكتور ويعطل العلاج بتاعه. لا والمشكله عنده تتفاخم. لا ده انت سيادتك بقى دخلتني في نقطه خطيره جدا. في ناس او في حد معين كانت مسك تعهد ان علاج الكلى او الفشل الكلوي يعالج بدون غسيل كلوي، بدون ما يعمل غسيل كلوي. غسيل. وانه وحلف بالطلاق مره او بالله ثلاثه مره، ان جاله ناس كانوا داخلين على غسيل كلوي وهو منعهم من الغسيل الكلوي والناس دي خفت. هنا رب العزة بيخاطب البشر من خلال بني إسرائيل، ولا تلبسوا الحق بالباطل. هو إيه لبس الحق بالباطل؟ اللي هو يقال عليه حق يراد به باطل. 90% من مرضى الفشل الكلوي الحاد
اللي هو جالهم مثلا كانوا كويسين وبعدين خلال اسبوعين ثلاثة اربعة جالهم فشل كلوي بيخفوا لوحدهم. تمام. فانا اروح مجتزئ الكلام واقول جالي تمام. حد، هل الناس دول بنعمل لهم غسيل كلوي؟ نعم ممكن اعمل لهم جلسة او اتنين او عشرة. صح. لان انا مش عايز الفشل الكلوي ده يأثر على اي عضو ولو لمدة ساعة. تمام. اتفضل انت جالك ناس. جالنا مكالمة من سوهاج. اهلا وسهلا. الاستاذ ضاحي، السلام عليكم. اهلا وسهلا حضرتكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل يا. عايز اسلم على الدكتور. اهلا بيك. اتفضل الدكتور معاك. اهلا وسهلا. عايز اسلم على الدكتور واقول ازاي حضرتك وعامل انت؟ الله يبارك في سيادتك. الله يخليك يا دكتور. والله الحمد لله والله. اتفضل. والله هي القناه دي حلوه جدا والله العظيم وورت كثير عن الناس يعني منفعه الدكاتره حلوه والله. ربنا يبارك فيك. الله يخليك يا دكتور والله. ربنا يبارك فيك. انا حبيت يعني اسلم عليك يعني وفرحت بالقناه واللي انت فيها انت والله. جزاكم الله خير يا فندم. كتر خيرك. ماشي يا دكتور. كتر خيرك. الله يخليك يا دكتور. كريم جدا. شكرا جزيلا. فاحنا حضرتك لما نتكلم ناخد اجتزاء المعلومه الطبيه. فالمتحدث هذا عنده وزر ووزر اكبر من ذنب يعني. لو كان يجهل المعلومة فعنده وزر واحد، لو كان يعلمها ويلي ويلويها عشان يبين بيسموها ايه او الجماعة اللي بيسموهم الدراويش دول عشان يبين بيسموها ايه بين ايه كرامة عشان يبين كرامة، خلينا نتكلم بقى بالشعوذة. تمام. احنا مش بتوع طب. كرامة. يبين كرامة ان انا ما عملش غسيل كلوي وخف ومية، وكان الاستاذ الدكتور فلاني اللي هو راجل يكون جهبز في علمه بحقيقة يعني. تمام. كان حطه خلاص هيعمل غسيل كلوي وانا منعته من يعمل غسيل كلوي. الجهبزة ابدا. كان زمان فعلا ايام ما كانش الغسيل الكلوي شائع قوي يحصل الفشل الكلوي ده الحياد ننتظر عليه تقريبا 3-4 اسابيع والدنيا بتمشي ويبقى طبيعي تاني، ولكن هو راح مقتصدها على عملية الفتوانة والشعوذة والكرامات. تمام. انت خليتني افتكر حاجة كانت ألمة مش انا ده ألمة طب عين شمس كله. طب الحمد لله. أساتذة الكلى كلها على مستوى مصر هذا الكلام كان مقرفها. اكيد. وعندنا في البطن عندنا في قسم الكلى يعني جهابذة الطب في مصر. تمام. ناخد اتصال من الجيزة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الدكتور؟ تفضلي. تفضلي يا أستاذة. لو سمحت يا دكتور أنا سني 35 سنة وأنا من صغري ما بدخلش الحمام خالص، إمساك مزمن، كشفت كتير الدكاترة كلهم يدوني ديجستين مهضم مش عارفة إيه، المهم ده كله ما بيجيبش نتيجة، فالمهم أنا بقالي أسبوعين بجيب شربة من الصيدلية شربة زيت خروع. دي عاملة معايا نتيجة، فأنا كنت عايزة أعرف لو خدتها مرتين في الأسبوع هتيجي في خطورة عليا؟ ولا ملهاش خطورة لزيت الخروع؟ هي دي اللي عاملة معايا نتيجة. حاضر. بقالك قد ايه بتاخدي زيت الخروع يا فندم؟ بقالي اسبوعين. طيب حضرتك الامساك كان سنك كام سنة اما انت بدأت تحس انك عارفة انك عندك امساك؟ انا من زمان قوي من انا طفلة. حاضر. وزن حضرتك قد ايه؟ حوالي 90 وانا طولي مش مهم. 90 في كتر الأوكارية في زيادة في الوزن. زيادة في الوزن هيبقى من 20 كيلو يعني من 5 كيلو ل 20 كيلو اطمني لأن يعني في زيادة وخلاص. بقول لسيادتك الحيوية والنشاط كويسين؟ طبعا لا في خمول وتعب وإرهاق. بتنام كويس ولا نوم زيادة ولا نوم قليل؟ ده ما فيش نوم أصلا، أنا تعبت من عدم النوم، ما فيش نوم أصلا. الدورة منتظمة؟ طبعا. متجوزة؟ معي 4 عيال من الثانويه لحد الابتدائيه. جميل. طيب هرد على سؤال سيادتك، اللي كشف عليكي قبل كده عشان الامساك مين؟ تخصصات ايه؟ دكتور هضم، دكتور بطنه. لا احنا عايزين، بص يا فندم، ممكن الناس اللي بيكون عندهم امساك منذ يعني ان شابوا يعني شابوا عليه يعني ذاكرتهم يقول لك انا اتولدت كده، انا من يوم ما نوعيت وانا كده، بنخاف ان يكون في مشكله في منطقه المستقيم وفي منطقه الشرج، وده بيكون عيوب خلقيه تحول دون ان يحصل طبيعه طبيعيه يعني او حدوث الاخراج الطبيعي في الانسان. فمن هنا انا انصح حضرتك بحاجه مهمه، ان لازم نعرض نفسنا على جراح
يفحص لنا منطقة الشرج والقولون اللي تحت، او لو عايزة حضرتك تعملي اشعة على طول على المنطقة دي اشعة بالصبغة ممكن تعمليها وتبلغينا بيها، واخد بال حضرتك؟ دي واحد. اتنين، الكاستور اويل او زيت الخروع او ما شابه هيجيب نتائج اولية ممتازة، ولذلك سألتك السؤال اللئيم بتاعي اللي هو حضرتك بقالك قد ايه، اللي هو اسبوعين. ما تتوقعيش ان ده هيستمر مع سيادتك لمدة سنتين، فهتبص تلاقي يحصل حاجة اسمها التعود والجسم يبدأ يعني يقاوم هذا زيت الخروع. انا انصح لو انت ما كنتش خدت الحاجات دي جربيها كده، ان احنا نملى يعني في حاجات، هو بص لو في سبب موجود في منطقة الشرج مش هتخفي غير لما تتصلح، وفي ساعات بيكون هناك عيوب خلقية في الأعصاب اللي موجودة في المنطقة دي، لكن خلي بقى زيت الخروع بس مرة في الأسبوع مرتين زي ما انت، وقللي شوية بقدر الإمكان، وممكن نبقى نروح اتصلي بينا تاني نبقى نديك حاجات أحسن من كده إن شاء الله. تمام، شكرا على الاتصال. نعم، نرجع تاني يا دكتور. فهو حضرتك إذا المفروض إن احنا اللي بنعالج خلاص اتفضل. ناخد الاتصال معانا. اتفضل يا فندم. ام محمد من الجيزه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. ازيك يا ابني؟ ازيك يا دكتور؟ الحمد لله والله نعم وفضل الله بك يا حاج. بعد اذنك بس اكلم الدكتور. اتفضلي 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 يا ام محمد. السلام عليك يا دكتور. اهلا وسهلا، صحه الله وبركاته. بقول لحضرتك انا عندي 60 سنه وعندي الغده الدرقيه وباخد لها المية الصبح دي على الريق، بس بصحى حضرتك من النوم بتعمل لي ضربات القلب سريعه، وبصحى كده عرقانه وتنميله في رجلي الشمال كده كان حد بتاخدي التروكسين مش كده؟ انا باخد المية دي على الصبح. حاضر. قبل الفطار بساعه. قبل الفطار بساعه بس حضرتك، بصحى من النوم كده بتعمل لي خنقه وضربات القلب سريعه. وصلت. ما اعرفش اعمل ايه كده يا دكتور. بص يا فندم، وزن سيادتك قد ايه؟ انا مش تخينه يعني ممكن 65 كيلو يعني. طيب. العرق بيبقى موجود الصبح بس، عمرك ما بتعرقي مثلا الظهرية ولا بالليل؟ لا يعني مثلا فجأة كده يعني ممكن بالنهار مرة ولا مرتين. طيب. بس العرق ساخن ولا بارد يا فندم؟ دي نقطة مهمة. بارد كده يا دكتور، بارد كده وبصحيني من النوم ضربات القلب. استنى استنى استني بقى، اسم محمد؟ ام محمد. يا ام محمد، يعني احنا بنقول لفظ كده انت بتهلك ان عدى عليا كده بهدوء. لا، عرق بارد دي حاجات خطيرة. يعني انخفاض في الضغط، يعني انخفاض في السكر، يا لا سمح الله جلطه في القلب مش عليكي يعني، واخده بال حضرتك؟ في حاجات بتبقى لا نخلي بالنا منها. فحضرتك بارد تحط ايدك كده تلاقي جبهتك تلج. هل هو كذلك؟ ساقع. بس بلاقي جسمي ساقع كده. طب بص حضرتك هتعمليه للاتي، يعني كنت هقول لك العلاج حالا ان احنا نخفض الجرعات، واخده بال حضرتك؟ بس ممكن يكون تخفيض الجرعات ده مش صح. حتى ضربات القلب السريعة، خلينا نكمل المعلومة لك ولغيرك. ضربات القلب السريعة مع انخفاض أو مع عرق بارد لو صح التعبير. لو ساخن يبقى هنخفض جرعة الالتروكسين. وليكن يوم 50 ويوم 100. وجربي ده الأول، يعني خليه 50 و100 لأن أنا مش شايف حضرتك. حضرتك انا جربتها قبل كده خليتها 50، راحت الغده راحت، عملت التحليل لقيته عالي، لقيته 17. لا ما انا يا فندم انا اقول لحضرتك انا ما قلتلكيش انه عالي، بس انا بشوفك عن بعد. فانا حضرتك بعالجك بالاحتمالات. وباخد الاحتمال الخطير احطه في مخي واحاول اساعدك في الحاجه العاديه ربما تكون هي ونريح نفسنا. ايوه حضرتك. بدل ما اقول لك مثلا تروحي تعمليه لرسم قلب حضرتك وتعمليه مش عارف ايه والكلام ده، ولكن اللي انا عايز اشوفه انت ما عندكيش سكر؟ لا ما عنديش، بس عندي الضغط يعني بيوصل 140 كده. ما ممكن يكون الضغط بينخفض في الوقت ده. ده احتمال. المهم حضرتك اما العرق يجي حد يحط ايده على جبهتك. لو بارد كلمينا تاني. ماشي يا دكتور. الف سلامه، ده مهم. شكرا شكرا محمد. بس ندي في عندك حد؟ طيب دخله وبعدين نحول المعلومه هو معايا. طيب ناخد الاستاذ محمد من السلوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. انا استاذ محمد. ازي سيادتك؟ ربنا يبارك فيك يا رب. استاذن سيادتك بس اديني 15 ثانيه اقول معلومه لو سمحت. طيب حاضر. البقدونس والكزبره القدره مفيدين لحرق دهون الكبد ونشاط الكبد. تونس
البقدونس والكزبرة الخضراء. طب خليني بس اقول المعلومة بتاعتي. طيب. وحنخش دلوقتي على الجرجير وكله. العرق البارد علامة خطيرة، علامة خطيرة ومميتة لمن يشتكي منه، لانها بتعكس حاجات صعبة جدا في الجسم. تعكس جلطة حادة في القلب، تعكس انخفاض شديد في ضغط الدم، تعكس انخفاض شديد في مستويات السكر في الدم، ولا يمكن نسمح بيها ان تستمر ولازم تتظبط. اما العرق الساخن فمش مهم. عرق ساخن نقعد بقى ايه، نقعد على المصطبة ونفرد رجلينا ونتكلم على البقدونس والجرجير، واخد بالك، وعلى مهلنا قوي ونشخص على مهلنا، مفيش مشكلة. اتفضل يا فندم. يا استاذ محمد. ايوه اتفضل. ايوه معانا. اتفضل اتفضل سامعينا. ايوه الكزبره، اللهم صل، والكزبره والبقدونس مفيدين لحرق دهون الكبد. ليه؟ مفيدين لحرق دهون الكبد. بص يا فندم، الجماعه بتوع التغذيه العلاجيه تخطوا الخطوط الحمراء على راي الرئيس. فهو الخطوط الحمراء هنا اللي هو يقفوا عند العلاج بالاكل ولا اي حاجه تانية لحد الناس الطبيعيين، بس مجرد ما بقى فيه مرض لازم احنا اللي بنشتغل. هل الاكل مع طريقه العلاج ممكن تكون مجديه؟ ما عنديش مانع، بس حضرتك دكاتره الكبد يديك قرص فالق ويديك حاجات ومش عارف ايه، الى جانب عاوز تاكل كزبره تحطها على الملوخيه، تحطها على الجرجير، براحتك. بس تمام. بس هم تخطوا حدودهم وبقى استبدلوا هذا الاكل، طريقه الاكل يعني هي احتلت المرتبه الاولى، مع ان هو الاكل نوع وقائي اكثر منه علاجي. ممتاز. نعم. خلاص كده المعلومه وصلت يا اخ محمد. ناخد الاتصال اللي بعده. الاستاذه جمالات، السلام عليكم. يلا احنا فرح العمده اهو. سمعت الزفاره؟ طيب. طيب نروح لقينا ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. معاك يا فندم. اتفضل الدكتور معاك. ايوه يا دكتور. والله من 5 سنين وانا عايزه اتصل بحضرتك لغايه النهارده. ده حظ حلو والله يا ست ام محمد. والله يا دكتور بص، معلش اتصال طويل شويه، لو امكن ممكن تديني رقم تليفونك ولا اكمل؟ لا 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 لا، اتفضلي يا فندم. ما احنا برضو كانت المعادله الصعبه ان احنا ناخد عدد كبير من الاتصالات ولا ندي كل ذي حق حقه، فاحنا اثرنا ان نعطي كل ذي حق حقه. حضرتك هتاخدي فرصتك، بس انا سريع وبفهم بسرعه، فما ما تفرقش هتاخدي معايا اكتر من دقيقتين ثلاثه. نعم. كل اللي بشوفهم يا فندم عندهم مشاكل 30 سنه من يوم ما بيتجوزوا عاده يعني. اتفضلي. طيب يا دكتور. هم 3 دقايق ان شاء الله. بص يا دكتور، انا عندي 40 سنه. نعم. 40 سنه. ومن 8 سنين كنت حامل فظهر معايا السكر. انا بسمعك، اتفضلي. ماشي يا دكتور. استرسلي. ماشي يا دكتور. بس بعد كده جبت 4 عيال تاني فما ظهرش معايا، بس الدكتور قاعد يتعامل معايا على انه موجود السكر. فمن ثلاث سنين ظهرت معايا الغده. الغده الدرقيه. مجاني. زياده افراز. زياده افراز. بص يا دكتور، وعملت سحب عينه في لوكسور، فقالوا لي الماده اللي فيها زي الجل فما بأثرش في اي حاجه. ماشي. فبتتسرب وحديها، فيها ظهرت زي البيضه كده كبيره اول الحمل. طب يلا قولي بسرعه موضوعك يعني اخ ماشي. يعني بسيط قوي. فبعدين وصلت لغايه ما كملت. لا قولي بسرعه سيادتك اللي بتضيع وقتنا. ماشي. لغايه ما كملت 3 سنين دلوقتي فهي ما ظهرش خالص معايا، وانا عامله التحاليل، فكل دكتور اروح له بتابع مع الدكتور في مصر بيجي هنا في جنة، قال لي مش محتاج عمليه ولا اي حاجه. بس فعملت تحليل وعامله عليها سونار وكده، فظهر معايا برضه صغيره. بصي وصلت زي الزيتونه صغيره. طيب هم قالوا لك هي عامله كيس ولا هي مصمطه؟ لا هي عامله حويصلات صغيره، فتسربت دلوقتي، بقت من الزهره معايا خالص زي الزيتونه الصغيره دلوقتي. زيتونه بعد زي من بعد 3 سنين. ما جاوبتيش على معايا سؤالي. التحليل ما جاوبتيش على سؤالي. مصمطه ولا حويصله؟ لا حويصله. برافو عليك، انت دارسه ايه ما شاء الله. لا
لا انا كنت بشتغل في صيدليه 10 سنين. شاطره قوي. الحواسيه لو قالوا فيها ماده جيلاتينيه صح؟ ايوه. احنا احيانا بنشفط الماده دي اللي هم شفطوها في الاول. لا ما شفطوش ولا حاجه، هي لحالها اتسربت معايا بعد ما ولدت. صح، هي ممكن فرقعت تفرقع خفيف وتسرب منها الماده دي والجسم امتصها في شويه فاضلين. فهم دلوقتي انا عامله تحليل الشهر اللي فات كانت ظاهره معايا 12 و19 مللي. 19 مللي، 12 في 19 يعني سنتي في 2 سنتي. ده من 6 شهور. قدامك حل من اتنين، يتبع كل 6 شهور سونار حضرتك. ما انا متابعه يا دكتور. طيب يا اما يعني شهور. يا اما حضرتك ساعات بنسحب الماده دي خالص وبنحقن ماده تانية تقتل البتاع دي تماما. بس انت خليكي على اللي انت فيه كده ووفري فلوسك ان شاء الله. كل 6 شهور تعملي، ولو زادت في الحجم كلمينا تاني. بس ممكن ناخد التروكسن 50 مايكرو جرام حبايه كل يوم الصبح، هتريحك برضو ان شاء الله، ما فيهاش ضرر. شكرا. شكرا يا محمد. ناخد الاستاذ احسان. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. اهلا، ازيك يا استاذ احسان؟ اتفضلي. لو سمحت الدكتور بعد اذنك، انا كان في طقطقه في رجليا كده وانا بمشي جوه الشقه او وانا طالعه ونازله، رجليا الاثنين فيهم طقطقه كتير. طيب مكان الطقطقه في الركبه ولا في مفصل القدم؟ لا في الركبه. اليمين ولا الشمال يا فندم؟ لا الاثنين يا فندم. وزنك قد ايه يا فندم؟ انا وزني 90 كيلو. 90. طول سيادتك؟ 167. يعني في 20 كيلو زياده. بقالك قد ايه ال 20 كيلو زياده دول يا فندم؟ لا بقالهم 3 4 سنين. سن سيادتك قد ايه؟ 32 سنه. 32. مامت حضرتك نعم؟ مامت حضرتك عندها شكوى مماثله؟ لا بس انا عندي تاكل في الفقره الرابعه والخامسه، ظهري كان واجعني جدا وعملت اشعه، وعندي في رجليا اليمين كعب رجليا في شوك عظمي. هو طبعا في حضرتك اللي انت بتتكلمي عليه الطقطقه دي فيها الم ولا من غير الم؟ لا فيها الم، وفيها يعني بتبقى متكرره كتير جدا وانا قايمه من النوم. ما هو في تاكل، ما في تاكل سيادتك دلوقتي في الغضاريف بتاعه الركبتين، وبعدين عشان نعمل لحضرتك مثلا تغيير مفاصل من الان في الركبتين في السن الصغير ده، دي حبه لمؤاخذه بتاع كده من وكاله البلح زي الكوبلين بتاع العربيه، فهيركب بالتاكيد له عمر افتراضي رب العزه سبحانه وتعالى بيعمل غضروف بيعيش مدى الحياه سبحانه وتعالى 100 سنه ممكن. نعم بالله. احنا اللي بوظنا الدنيا، اتخنا وكناكل وبندخن والكلام ده، فالتحميل. ثم ان التحميل عند سيادتك عشان الفقرات بتاعت العمود الفقري فيها الام، فالتحميل عند غصب عن سيادتك بتحملي غلط على الركب، فممكن تشيلي اوزان على الركبه اليمين او الركبه الشمال في اوقات متباينه هنا وهنا، فده يؤدي الى خلل في مواضع الاتزان. طب هنعمل ايه؟ هنخس ال 20 كيلو دي وتدعي لي بعدها، كل ده هيختفي. بالنسبه للشوكه ساعات بنحقن حقن كورتيزون فيها، واحيانا العمليات بترجع تاني، فهو كفايه لو نلبس جزم معينه بماده جيلاتينيه او هول كده راغب، يعني في جزم بتتعمل لها. الف سلامه. طيب. انا برضه عاوز اديها علاج، لان هي بالتاكيد بتتصل عشان علاج. ممكن ناخد حضرتك علاج زي اسمه اولفين 50 مللي جرام، حبايه بعد الغداء وحبايه بعد العشاء لمده اسبوع، وبعدين تبقى حبايه بعد الاكل عند اللزوم. الف سلامه استاذ احسان. العلاج ده اقصى حاجه 3 شهور يا فندم. الف سلامه. طيب ناخد اتصال بعده. استاذه جمالات اهلا بيك. ايوه اتفضلي. انا مدام جمالات. مدام جمالات اتفضلي. أيوة. يا ستي انا اسف. لو سمحت انا عندي اتفضلي. لو سمحت معلش انا عندي القولون ضغط على الحجاب الحاجز. لا بص يا فندم، انت اشتغلت دكتوره؟ انت ما دخلتيش كليه الطب معلش. الدكتور قال لك ان في القولون ضاغط على الحجاب الحاجز؟ طيب الناحيه ما بعرفش اخد نفسي. طيب حاضر. والمعده وعندي امتلاء. لا ما احنا بص الكلام اللي انت يا دكتور معلش لو سمحت، وعندي الكوليسترول. الكوليسترول. الكوليسترول 290، فهل اخد له علاج ولا ايه؟ طيب حاضر. بص واخد جزبرين للسيوله ولا ايه؟ سن كم سنه؟ شكرا. سن لا استني انت رايحه فين؟ خليكي على الخط يا مدام جمالات. انت كده هتحولينا لبتوع الاعشاب يا ست جمالات. 65 سنه.
اهلا بيكي. شو يا ست جمالات، اولا طيب. اي عرض حضرتك بتقوليه او اي شكوى أهلا. احنا بنحللها وبنشوفها تطابق الواقع الطبي بتاعنا ولا لا، وممكن نحورها ونخش ابعادها فين. زي ما اديت مثال في بدايه الحلقه، ممكن واحد عنده الام في البطن يكون سببها في اصابه في المخ، واخد بالك؟ مش معنى يكون ورم لا قدر الله، يعني ممكن حاجات تانية. في حاجه زي بنسميها السيزر، يعني ايه السيزر او كونفرجنس العربي بتاعها يا اسامه؟ اقول لا، اللي هو يجيله تشنجات، بس هي بيسموها ابيليبسي. يعني ما انت لازم تبعد معايا. سيزر، سيزر ده مقص؟ لا، سيزر ده الراجل اللي هو سيزر، لا السيزر بتاع ايطاليا، بتاع ايطاليا اللي هو كان في الامبراطوريه الرومانيه. فكان بيجي له دي تشنجات فسموها سيزرز. تمام. كان عنده اللي هو الصرع. صرع، يعني انت ما قلتليش الصرع دي خالص، هو الابيليبسي. ما انا قلت لك صرع. لا هيبقى معاك بقى بعد كده الكمبيوتر تشتغل عليه. قلت له الصرع والله؟ قلت لك والله. شكرا. صرع ولا قلتها والله. يبقى خلاص كتر خيرك. ففي الصرع انواع، ممكن الصرع ده يبقى اصله المخ ويجيب الام في البطن مثلا، يجيب مغص في البطن. فاحنا حضرتك معلش الاعراض اللي انت قلتها كتير دي كلها عاوزه كل واحده افهمها عشان انا حضرتك اوصل لتشخيص. عموما بالنسبه للكوليسترول 280، احنا عايزين نعمل حاجه اسمها كوليسترول وعالي الكثافه ودهون عاليه الكثافه ودهون منخفضه الكثافه والدهون الثلاثيه. بتاخدي حضرتك جوسبرين او اسبرين عادي الرخيص ابو 75 اللي هو 75 ملي جرام بتاع الاطفال ده كل يوم حبايه بعد الفطار، انصحك مفيش مشكله، بس نحافظ على الضغط كويس. فحضرتك دلوقتي هتعديلي الطول. طب عايزه تاخدي علاج للكوليسترول على طول وانت 280 وتوفري، اتفضلي خدي ما يجراش حاجه براحتك. طيب شكرا. رجعت لنا ام محمد من هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. اتفضلي يا محمد. لو سمحت يا دكتور، انا اللي قلت لك على الغده لا ما تسالوش يا محمد، انت بتتوهينا، فانا هسال وانت تجاوبي. ماشي. حضرتك الغده دلوقتي انت بتقولي هي 12 ملي في 20 ملي تقريبا او 19. لا لا، انا عملت تحليل امبارح، عملت سونار عليها امبارح فظهرت 9 في 10. يعني هي 9 ملي في 10. حاضر سنتي. حضرتك طب انا اتكلم بقى. احسن حاجه لسيادتك هتعملي كل 6 شهور اشعه عند نفس المكان، عند نفس المقارنه دي. واحد. اتنين، هناخد حاجه اسمها التروكسين حبايه 50 مايكرو جرام قبل الفطار بساعه، مفيش خطوره منه، تمشي عليه على طول، هيخليك ان الغده دي على الاقل ما تكبرش، ممكن تصغر كمان. هي صغرت يا دكتور. ما هي بس لسه سنتي، ممكن تكبر تاني. طيب املك الوظائف بتاعتها، عملتها امبارح الفري تي 3 والفري اتش دي. ولا هيفرق معايا حاجه ولا عاوز اسمعهم، ما لهمش لازمه. طيب ماشي. انا ظهر معايا سكر من 3 شهور دلوقتي. طيب السكر الصايم كام؟ اول ما عملته صايم كان اخر اسبوع في رمضان ظهر معايا 200. 200 والفاطر؟ والفاطر راح في نفس الوقت وصل 84 بعديه. كم؟ وصل 84 في نفس اليوم. 84 الصايم 200. وبعدين اخذت العلاج واكلتي صح؟ لا ما خدتش كنت علاج في نفس الوقت، انا اكلت كميه صغيره من بروتينات وكده فوصل معايا 84. وكان الصايم استنى بالراحه عليا، مش معقول يعني حضرتك الصايم كان 200 واكلتي وحللت بعد الاكل بساعتين طلع 84 صح؟ ايوه. الجهاز كان نفس الجهاز؟ ايوه. عملتي في البيت ولا في المعمل؟ لا في البيت. هو الحقيقه ده كلام مش ماشي مع الطب شويه. واخد بال انا قلت شويه يعني ينفع. واخد بال حضرتك؟ اخر تحليل طلع كام؟ اخر تحليل امبارح انا في البيت عملته طلع 130. 130 الصايم ولا بعد الاكل بساعتين؟ لا بعد الاكل بساعتين. انت بتاخدي علاج يا فندم؟ خدت يا دكتور سيدوفاج 1 جرام باخده اول يوم الخميس، سمعت حضرتك بتقول خديه بعد الغداء والعشاء، كنت انا باخده بعد الفطار. يعني بتاخدي حباية جلوكوفاج بعد الفطار؟ الف جرام، الف 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 ملي جرام او جرام؟ واحد جرام. واحد. برافو عليكي. وده هو اللي عامل الاشكال اللي انت بتقوليها دي؟ ما عملكش حاجة يا دكتور، بس 130 هو وصل معايا امبارح. يعني وزنك قل؟ لا انا وزني على طول كان في الحمل بيكون 80 و75، بس انا وزني 75 دلوقتي. كويس. النشاط انا فاضمة من شهرين. النشاط والحيوية أخبارهم إيه؟
يعني لما بكون متدروخه كده، النهارده الحمد لله ما دايخاش، بس بكون كل يوم دايخه. طيب خلاص خلاص خلصت انا. هناخد الجلوكوفاج قبل العشاء كل يوم حبايه 1000، وفي هناخد 500 قبل الغداء. وحضرتك هتستمر على نفس العلاج ده لمده شهر، وبعدين تعملي سكر صايم في البيت، وبعدين تاخدي لو يعني وبعدين تفطري، وبعدين تعملي بعد الاكل بساعتين، وتروحي المعمل تعملي حاجه اسمها هيموجلوبين A1C بعد شهر، وكلمينا. الف سلامه. شكرا شكرا محمد. ناخد ابو مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. عليكم السلام. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل ابو مريم. الله يخليك. ازيك يا دكتور؟ اهلا بك يا فندم. الله يخليك يا فندم. الله يخليك. انا بنتي في اولى ثانوي كده، عندها 16 سنه. طيب. وجسمها انا حاسس انه بيخس كده، يعني وزنها كان 44 كيلو. ودايما 4 وكام يا بيه؟ 4 وكام؟ 44. 44 كيلو. مش صغيره برضو؟ اه هي صغيره، هي وطولها كويس يعني. طولها كام يا حبيبي؟ يعني ممكن حوالي 160 مثلا. يعني هي المفروض تبقى 55 مثلا، اقل حاجه. او 150 يعني يا دكتور. هي اه لا 150 يا دكتور. 16 سنه وطولها 150. اه 150 اه تقريبا. ماشي. وبعدين بحس فيها بالخمول والهمدان، وخصوصا لما تصحى من النوم. آه رحنا عملت لها تحليل صوره دم كامل، الهيموجلوبين كويس وكده. كام؟ برضو آه الهيموجلوبين 12 ونص كده تقريبا. وكنت بحس برضو في فترات كده كنت بحس ان ريحه بقها متغيره جامد. وبعدين رحنا لدكتور التغذيه، فقالت لنا اعملوا تحليل الغده الدرقيه، وعملت لها التحليل طلع التحليل كويس. بس الغده الدرقيه يعني ايه؟ بتقول هو ايه 8 من 10 يعني، يعني قرب يقول يكون منخفض شويه يعني. اللي هو اي واحد من اي واحد من تحليل الغده الدرقيه، التي اس اتش ولا التي؟ مش فاكر والله يا دكتور. بس هي قالت يعني يعني مش الغده مش نشطه، لا يعني هي ايه كويسه بس بتميل الى انها تكون اقل نشاط يعني. خلاص على الحد الادنى. اه يعني اه حاجه زي كده. اه وبحس فيها دايما بالهمدان وكده، وخصوصا لو بصحى من النوم وكده يعني. شاطره في المدرسه بنتك؟ كل اكل كده بتقول بطني بتوجعني وكده. طيب بنتك شاطره في المدرسه؟ لا بصراحه لا. طيب احنا بص يا فندم، حتى يعني بحس فيها عدم التركيز يا دكتور. نعم. بتركز خالص. احنا دلوقتي عندنا مشكلتين، ان وزنها ناقص، في خمول، التحصيل الذهني مش قد كده. مظبوط. اه اه ثلاث حاجات. بالنسبه للاكل عشان تتخن شويه هناخد حاجه اسمها ترياكتين لمده شهر. ترياكتين. فقط ترياكتين حبايه قبل الغداء بساعه. تمام يا دكتور. هي دكتوره التغذيه كاتبه لها. طيب جميل. شهر واحد بس. اه ليه؟ قول ليه انت. لانه بيعمل ليه يا دكتور؟ بيعمل تخلف عقلي. اه ساتر يا رب. وهي مش ناقصه. لا مؤاخذه ما تزعلش مني. لا لا ماشي يا دكتور. ما تزعلش مني وتاسف. نمره 2 سيادتك، حتى لو غده درقيه طبيعيه ليس هناك خلل ان احنا ناخد التروكسين 100 مايكرو جرام لمده شهر، وبعدين ننزله ل 50 مللي جرام قبل الفطار بساعه. التروكسين؟ اه. حتى لو سيبك انت من الدكاتره اللي يقول لك كلام ما يسمع كلام انا، اصل هم بيعالجوا بالكتاب. ما هو كل واحد دلوقتي خد بكالوريوس، حتى لو خد بكالوريوس طب من عندنا او حتى ماجستير ودكتوراه، ممكن يفتح النت ويقرا. الطب مش نت يا فندم، الطب صنعه. خبره. لا صنعه. صح. احنا صناعيه. صح. بس في الطب. واخد بالك؟ والواد الصنايعي ده على فكره هو احسن واحد يديك مش المهندس. فحضرتك ياخد 100 مايكرو جرام قبل الفطار، ولو كان مهندس صنايعي. اكيد. قبل الفطار بساعه، وبعدين بعد شهر يبقى 50. البنت هتلاقيها ما شاء الله فتح نفسها كمان، وزود الامتصاص ده الالتروكسين، والترياكتين هيفتح نفسها. بس الترياكتين ممكن يقلل قدرات المخيه والذهنيه لو استمرنا يعني عليه. هو شهر بس. نعم شهر بس اللي هو الالتراكترين. ايه يا فندم؟ بيقول شهر. شهر واحد بس. شهر بس. اه يا حبيبي شهر واحد. اسمه ترياكتين. تمام. الف سلامه عليك يا فندم. شكرا. شكرا يا مريم. بالتوفيق ان شاء الله. مع السلامه. ناخد الاتصال اللي بعده. مدام هبه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. السلام ورحمة الله. لو سمحت، أنا بنتي بتلعب رياضة، يعني هي ما شاء الله عليها بطلة جمهورية يعني في الكاراتيه. ماشي. فهي يعني بتروح النادي باستمرار الصبح وبالليل، فطبعا في لعب كتير واحتكاك كتير وممكن تقع وممكن حاجات كتير. هل قدام يعني لما تقعد أو تبطل هيبتدي يجي لها خشونة، أو يبتدي يجي لها حاجة مثلا في الظهر، أو يبتدي يجي لها حاجة في الرقبة؟ لان هي يعني طبعا بطبيعه اللعبه اللي هي بتلعبها ان لازم كل يوم تتمرن الصبح وبالليل. طيب بص يا فندم، المفروض التمارين دي ناس دارسه حاجه اسمها اناتومي، يعني تشريح.
وبالتالي هو بيقوي العضلات بالطريقه التي لا تمس الغضاريف او تمس المفاصل فكده. فلو هي تحت ايدي الناس فاهمه مش هيحصل مشاكل ان شاء الله. طيب كان عندها زميله ليها هي جالها تاكل في غضاريف ظهرها او في فقرات ظهرها وجالها اسمه التواء في الظهر. ماشي. هل ممكن ده يكون نتيجه اللي برضه ان هي بتحمل على نفسها كتير في الرياضه؟ لا، الحاجات اللي انت بتتكلمي عليها دي لازم يا اما عملت رياضه غلط يا اما حصل تهتك في احد العضلات والعضله بعد كده اتليفت فشدت برضه بطريقه غلط، لازم فهمها يا اما كان موجود وهي ما كانتش واخده بالها. فيا ريت لو كان في بس وسيله نشوف الاشعه بتاعه العمود الفقري، لان عمليه تمام. الحاجات دي بتبقى فيها حاجات فانكشنال يعني وظيفيا او يعني في شد عضلي في المنطقه دي هيخف لوحده. اتمنى ذلك يعني. تمام، شكرا يا مدام هبه على الاتصال. دكتور عندنا فاصل يا فندم. ماشي اعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل، انتظرونا. شكرا اعزائي المشاهدين، ورجعنا مره تانية بعد الفاصل. اهلا وسهلا دكتور. أهلا مره ثانيه. اهلا بيك. انا برضو بعيد الكلام تاني، فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. اكيد احنا قاعدين مش بنكتب علاج بس، احنا بنشخص المريض. وزي ما اتفقنا قبل كده يا استاذ اسامه، تشخيص المريض 70% او 60% العلاج ممكن من التليفون. يعني رؤيه المريض يرفعه من 70 ل 90 مثلا 85. الكشف على المريض يكملها الى 90 95، واحيانا الفحوصات تكمل ال 100%. فاحنا لكن حد يقول لي مثلا عندي الم في الحته، لازم افهم، لازم افسر، وممكن و 90% بيكون كلامه مش دقيق قوي. لازم يعني ايه استفاضه في سرد المعلومه. تمام. على حتى نتبين، يا اما احنا هننخفض بمستوى البرنامج ويبقى الحقيقه بقى برنامج انا شايف اللي هي الحاجات اللي بتزعل يعني ما هم ما يرضوش او هم هيتضروا. لا هو انت ما شاء الله عليك يا دكتور يعني من الخبره العاليه، يعني لو هي الصداع مثلا هنديله بنادول خلاص، ما يتصل ليه؟ ما هو ياخد بنادول وخلاص على كده. لكن عاوزين الصداع ده نفرق ايه سببه. صح. بيجي من حاجات بسيطه جدا، ممكن يكون قله نوم مثلا. تمام. انشغال نفسي، مرورا بالجيوب الانفيه، احتقان الزور او ارتفاع درجه الحراره، العيون العين فيها مشكله يعني. تمام. مش يعني مثلا يعني محتاج نظاره او بيقرا كتير او كمبيوتر، عنده الفقرات العنقيه فيها مشاكل، في هناك مثلا تقلص في عضلات الرقبه. تمام. اخيرا ورم في المخ. طيب. شوف بنوصل لفين، ده كله في مخي. طبعا انا قلت 10 12 سبب، في مخي كمان 30 سبب. والمريض مش دارب كل الكلام. في خالص. السكر عالي، السكر وطي، البولين عاليه، الصوديوم عالي، الصوديوم وطي، عنده ديهايدريشن، انخفاض في الضغط، ارتفاع في الضغط، كل ده كله. صح. انا هقعد بقى يقول لي ده اخد بنادول يعني كل يطلع على طول، يطلع على طول بتاع بنادول ده، ينزل اقرب صيدليه يجيب منه باراسيتامول ارخص. صح. يلا خش في يعني كل الكلام ده هو. نعم. وهو مش دارب المريض بالموضوع بالظبط يا فندم. طيب ناخد الاستاذه فاطمه من الجيزه. ايوه يا ابني اتفضل يا حاج. بعد اذنك انا اللي كنت كلمت الدكتور من شويه، ام محمد، بقول لحضرتك. ام محمد. طيب. أيوة. ام محمد اللي كلمتك من شويه دكتور. ايوه يا دكتور، انا عملت تحليل حضرتك دهون طلع 225، اخد له علاج ولا ما اخدلوش علاج؟ دهون اصل كلمه دهون اللي هو الدهون الثلاثيه تقصدي؟ ما عندكيش السكر مش كده؟ لا ما عنديش السكر. خلاص انت ممكن حضرتك تاخدي الكوليسترول، واخده بال حضرتك حاجه يعني رخيصه، واخده بال حضرتك. هو كاتبينه لي في التامين الصحي حضرتك. لا امشي عليه 3 شهور وبعدين حضرتك حلل لي تاني الدهون الاربعه اللي انا قلت عليهم في التامين برضه. وبعدين كلمينا تاني لو عاوزين نزود الجرعه ونقلل الجرعه ان شاء الله. هتقللي طبعا شويه الدهون وتمشي كل يوم نص ساعه، واخده بال حضرتك، وتصلي الفجر الامور حضرتك. لو ليه بنصلي الفجر؟ لان تمام. الدهون، ولذلك ندي ادويه الكوليسترول قبل النوم. طب بقول لحضرتك قبل النوم الكوليسترول. اتفضلي يا ام محمد. اقول لحضرتك يا دكتور، وكمان لما اجي مثلا تجيني الخنقه ديت بتاع ضربات القلب السريعه، لازم مثلا اشرب شويه ميه، لو في مثلا فاكهه كل حاجه، احس يعني انا استريحت شويه كده. ده بيحصل لان حضرتك عندك حاجه اسمه العصب الحائر. فاحنا بنعمل له حاجه اسمها ستيميوليشن يعني اثاره، ف
فهو حتى من ضمن علاج ضربات القلب السريعه ان انا ممكن اخليك تستفرغي، تحط ايدك في بقك، تميلي للقيض، نضغط على عينين حضرتك، تشربي ميه ساقعه او تطص وشك بميه ساقعه، ده حقيقي مش هزار، واخد بال حضرتك؟ ده ممكن يخفض ضربات القلب شويه. ولكن زي ما هو دي اللي كانت بتقوله ان ضربات القلب وسخن وبارد والكلام ده. يا دكتور أيوه. خلينا بس والنبي خلينا في سخن والبارد ونذكر الباقي كله. الف سلامه، الله يخليك. سخن والبارد هو ده. شكرا يا ام محمد، ربنا يديك الصحه وطول العمر. امين يا رب. معانا الحاج رجب، اهلا وسهلا بك يا حاج رجب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا لك يا استاذ حسام. الله يخليك والله يا حاج رجب، احنا خدنا عليك. وتحيه شكر للاستاذ الاستشاري بصراحه الدكتور محمد. الله يخليك يا حاج رجب وفريق الاعداد المحترم بتاعك وجميع مشاهدينكم يا اخوانا. والله والله يا حاج رجب انت راجل محترم وراجل بنقدرك. انتوا قناه جميله جدا وناس محترمين بصراحه. وبعدين انت ما بتسيبش اي حد لم تشكره. لازم لازم، هو هو كده الوطن، الوطن كده. الله يخليك يا حاج رجب. نعم يا دكتور، انا انت قلت لي على حاجه راح ادري في الصيدليه، حاجه اسمها هاي بوتيك. هاي بايوتيك. هاي بايوتيك ده هيمشي بقى للاخفقان بتاع الزور. حبايه الصبح حبايه بالليل، هم 14 حبايه تقريبا، يبقى 7 ايام. طيب هاخد معاها حاجه تاني. في حاجه اسمها اكتيفيت. اكتيفيت شراب، خد معلقه كبيره 3 مرات، ده دواء امريكي كويس ورخيص. اكتبت اكتبت حاجتين يا دكتور. اكتب يا عم رجل. اكتبت بالدال في اكتفيد. اكتبت بالدال. ان شاء الله. والله ربنا يبارك فيكم ويديكم الصحه والعافيه، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر بيكم. الله يخليك يا حاج رجب يا رب. وكله بيشكرك وقناه الصحه والجمال كلها بتشكرك. خش على اللي بعده. ناخد الاستاذه ايمان. سلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معايا الدكتور محمد. ايوه يا فندم، اهلا وسهلا. اتفضلي. لو سمحت، اختي عندها 34 سنه وجسمها نحيف وعملت كل التحاليل ما فيهاش اي حاجه. وزنها قد ايه يا فندم اخت سيادتك؟ وزنها 54. وطولها قد ايه يا فندم؟ طولها 168. يعني هي ناقصه لها 15 كيلو تقريبا، واحنا المصري بنحبها المبضبضه شويه. لا هي رفيعه. هي رفيعه قوي. هي مولوده كده يا فندم؟ لا، هي كان جسمها حلو وفجاه كده نزلت في الوزن. كلمة فجأة تعني كم أسبوع أو كم شهر؟ نعم. خست خلال قد إيه؟ يعني تقريبا خلال أقل من سنة كده. لا، لازم نبحث، هل هي بتاكل كويس ولا في نفسها مسدودة؟ لا، أكلها كويس. أكلها وبتخس؟ بتاكل كويس أو بتخس. طيب هتعملي لي حضرتك سكر صايم، سكر بعد الأكل بساعتين، سكر ممتد المفعول اسمه هيموجلوبين اي 1 سي، وهتعملي لي اف تي 3 اف تي 4 تي اس اتش وصوره دم كامله وسرعه ترسيب. ممكن تعيدي الحلقه؟ هي حللت ده كله وقال لها مظبوط. يعني عملت الغده الدرقيه وعملت السكر مفيش؟ الحمد لله. طيب استنى بقى، عايز اعرف الاكل الكتير اللي انت بتقولي عليه، يعني مثلا بتفطر رغيف مثلا، والظهر مثلا رز ومكرونه واكل وكده، والعشاء ما شاء الله. لا مش ده كله، بس الاكل الطبيعي العادي. كم سعر في اليوم؟ ما احنا عاوزين نشتغل طب بقى، يعني كم سعر تقريبا في اليوم؟ يعني بتاخد مثلا 2000 سعر في اليوم؟ لا، هي تقريبا ما بتاخدهمش كلهم. طب بص يا فندم، انت واضح عليك انك مثقفه. احنا دلوقتي حضرتك هناكل في اليوم 3000 سعر ل 3500، وبيننا وبين بعض 3 اسابيع، لو ما حطيتش 2 كيلو كلميني تاني. شكرا شكرا على الاتصال. هنفتح بقى جدول تاني خالص. تمام. نعم. دكتور كالمعتاد. طيب هي برضه عشان بس تقول هتعمل ال 3000 سعر ازاي؟ يعني هي ممكن تاكل 3000 سعر وما تستفدش بيهم لو كان هناك في عدم هضم كويس، الدهون ما بتتعملش كويس. الحاله دي عايز اتكلم فيها 5 دقائق. اكيد. ان شاء الله تتصل بينا المره الجايه وتبدا دلوقتي. أكيد. ان شاء الله، لان لها حاجات كتير. انا برضه بعيد تاني حضرتك.
ان احنا بنشخص مش بنعالج بس، وبعد ما نوصل لتشخيص بندي علاج، ما وصلناش لتشخيص بنطلب بعض الفحوصات للمره الجايه عشان ندي علاج مظبوط. ملناش غايه اكثر من ذلك، ولا بنيجي نعمل دعايه ولا عاوزين نشتغل. عندي مشكله انا بعرضها برضو الحقيقه، ان الناس بتتصل وعاوزه ان انا اكشف عليها والكلام ده. انا عشان موضوع الكورونا ما بشوفش عيانين، لكن بنفكر نشوف هنشوفهم ازاي، بس الكلام ده مش هيكون قبل اسبوعين ثلاثه، فهنشوف المرات الجايه هل يعني هنبدا ولا نؤجل. لكن مش غرض البرنامج اللي هو تسويقي، ولا يعني بنشغل نفسنا، ولا مالناش غرض في هذا الموضوع. دكتور محمد اشكرك. العفو. وعمرنا ما هنشبع من المعلومات القيمه اللي احنا بناخدها سواء انا او المشاهد. الله يبارك فيك. الله يخليك. اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسلت لي ميديسين. اشكركم لحسن الاستماع والمشاهده والمتابعه، ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد، استاذ السكر والغدد الصماء، كليه الطب جامعه شمس. والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.